يسألونك ماذا ينفقون، كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هنا وقفة. ما أنفقتم، أفضل خير تنفقونه خيركم خيركم لأهله، فللوالدين والأقربين صدقة وصلة واليتامى والمساكين. ولنا وقفة مع ابن السبيل. كثير من الناس كانوا يسألون من هو ابن السبيل، يقولون الذي انقطعت به الغربة أو انقطع به الطريق. وهنا نؤكد أن مصر العربة والإسلام، مصر الوسطية، مصر التي تطبق الإسلام واقعا على الأرض تفهم معنى قول الله تعالى وابن السبيل اللاجئون الذين انقطعت بهم الديار، أروني دولة تستضيفهم كمواطنين أعزاء مثل ما تستضيفهم مصرنا العزيزة. كثير من الدول الصغرى والكبرى عندما يتدفق إليها اللاجئون تعزلهم في مخيمات أكثرها يكون لا إنسانيا، لا يكاد يجد الواحد منهم قوت يومه ولا شربة ماء نقية ولا صحة ولا تعليم. لكن مصر الأبية الوفية القوية احتضنت كل من لجأ إليها وكل من احتمى بها، أكرمت وفادتهم، لم تعزلهم كما تفعل بعض الدول، وإنما استقبلتهم كأبنائها، بل قاسمتهم وقاسموها لقمة العيش حتى وإن كانت يسيرة، لكنها مصر التي قال الله فيها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي أمان لأهلها وأمان لمن لجأ إليها وأمان لمن احتمى بها. وهي كما قال عنها سيدنا يوسف عندما كان على بيت مالها: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ستظل مصر إلى يوم القيامة خير المنزلين، ويظل أهلها كما قال رب العزة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعندما نفهم القرآن الكريم ونطبقه واقعا على الأرض نجد إنسانية راقية، ونصنع حضارة عظيمة فريدة تستمد سماحتها من سماحة القرآن وسماحة الإسلام وسماحة الأديان وسماحة الحضارة المصرية، غير أن الذي علينا هو أن نجتهد في فهم ديننا فهما صحيحا، وأن نأخذه عن العلماء الفاهمين لا عن الدخلاء ولا المتشددين ولا غير المتخصصين الذين يأخذون الناس إلى العنف والكراهية. ديننا دين الرحمة، ديننا دين السماحة، ديننا دين الإنسانية في أسمى معانيها.